مساء الخير، أنا مدام سالي، حالة من حالات دكتور وائل البنا. قصة بدأت كلها إني كنت رايحة عادي جدا، بلغوني إن عندي تكيسات ومشاكل وكده. المهم بعد الموضوع دوت يلا بينا نعمل عملية. عملت عملية، فجأة خرجت من العملية انتي التيوب الشمال عندك شلناها عشان متدمرة، وشلنا جزء من المريض، احتمال ضعيف يكون التبويض مش مظبوط. المهم سافرت ورجعت تاني، وبعدين حاولت اتاكد ان التبويض تمام. دكتور وائل عمل تحاليل جدا، قال لي التبويض عندك 0.01، يعني منعدم، مفيش تبويض اصلا. مش هكدب عليكم، هي نفسيتي تعبت شويه، بس بعد كده خدت تحدي، لا انا هقدر وانا هكمل وتمام وكده. ولقيت دعم منهم كبير جدا، الستاف ومن دكتور وائل. بعد كده قال لي طيب احنا هنعمل حقن مجهري بس ممكن يفشل. قلت له لا مش هيفشل وان شاء الله خير. فانا فاكره حتى الرياكشن بتاعه، ضحك قال لي انت عندك بوزيتيف انرجي غريبه. قلت له لا، يعني احنا لازم نكون في تفاؤل. فعلا كملت، قلت له لا واحنا هنكمل. قال لي طيب هي ممكن ما تبقاش ناجحه، لا هنكمل وهي ناجحه وتمام وان شاء الله وبتاع. اتحقنت كتير جدا، حقن كتير جدا، خصوصا اللي هي الحقن اللي هي بتاعه التبويض وسيوله الدم دي بتبقى في البطن. طبعا بطني كانت مشوهه، ما كانش في مكان اصلا ان انا احط حقن تاني. كنت كل مره بروح مبتسمه لهم. اخر مره اليوم اللي قبل العمليه، انا بتذكر دكتور وائل لقى بويضه واحده بالعافيه، وفاكره الاكشن بتاعه، قال لي بصي اكون صريح معاكي، البويضه ديت لو ما طلعتش اي او رقم واحد تقريبا وما فيهاش تشوهات خلاص هكمل، لو ما لقيتهاش تمام مفيش. خلاصة الموضوع ان العملية نجحت الحمد لله، وده كان اكبر فرح بالنسبة لي. حتى هم لما دخلت العيادة اللي هو كانوا مبسوطين وتسقيف بقى وكده. اللي عايزة اوصله لكم ان انا تعبت عشان اوصل الموضوع دوت. عايزاكوا تكملوا، مش عايزاكوا تيأسوا، مش بقى بالسن اصل انا وصلت 30 انا وصلت 35، مش الكلام ده خالص. حتى لو وصلت 40 ممكن ما تعرفيش، دي رحمة ربنا. ودايما بقول لنفسي ربنا إذا حب عبد ابتلاه، فدايما كنت أقول ما بيني وما بين نفسي ربنا بيبتليكي عشان أكيد بيحبك. كل ما كان بيبتليني كنت بتبسط، كانت الناس كتير بتستغرب الموضوع ده. فأنا عايزة أقول لكم ربنا أما بيبتليكم بحاجة أكيد شايل لكم حاجة أحسن. اللي عايزه اديه لكم ان انتوا تبقوا بوزيتيف. انا جاي طالعه لكم النهارده عشان كسبورت ليكم، كملوا، مالكوش دعوه بكلام الناس. انت اتاخرتي، انت مش هتعرفي تخلفي، انت وصلت ل 40، انت لسه ما اتجوزتيش، ايه ده انت تبويضك قرب، انت تبويضك مش عارف ايه اللي حصل لك، انت بقيتي عامله كده ليه؟ مالكوش دعوه بالكلام ده خالص، كملوا. حصل ان العمليه فشلت، ما تيأسيش، عيدي من الاول تاني، جربي مره اتنين تلاته، صدقيني الموضوع يستاهل. زي ما ربنا كرمني هيكرم ناس كتير. في الاخر عايزه اقول لكم كله مشيئه ربنا طبعا. وفي الاخر عايزه اشكر الدكتور وائل جدا جدا جدا، هو الاستاف بتاعه يعني ساعدوني كتير جدا. شكرا ليكم جدا، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كلكم الاقيكم حوامل ومبسوطين وكله تمام. ثانك يو، باي.